تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظمت رابطة العلوم العصبية في جمعية الأطباء البحرينية فعاليات المؤتمر السابع لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للجلطات الدماغية. وسيناقش المؤتمر على مدار يومين متتاليين العديد من المحاور التي تركز على كيفية علاج الجلطات الدماغية والتدخل الجراحي عن طريق القسطرة. للمرة الأولى وعبر مشاركة محلية وإقليمية وعالمية من قبل ثلة من أصحاب الاختصاص والأكاديميين والمهتمين في موضوع السكتة الدماغية، احتضنت مملكة البحرين فعاليات المؤتمر السابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجلطات الدماغية، وذلك من شأنه أن يضيف إلى سجل المملكة الحافل بالنجاحات إنجاز آخر سيلازم مجال تطوير منظومة الخدمات الصحية والطبية. نستفيد من خبرات الآخرين ونستفيد من خبراتنا وفي نفس الوقت نطور الخدمات. طبعا السلمانية هي في دور تطوير كبير وعندهم مسألة الأعصاب، خصوصا أنهم المراكز اللي من الأشياء اللي مركزين عليها كمركز للجودة ومركز للتميز، فهذه إن شاء الله بيكون عندهم، إن شاء الله بيكون لدينا برامج كبيرة لمسألة التعامل مع حالات الستروك أو يعني الإصابة الدماغية، لأن اللي صاير الحين في العالم أنه العلاج لهم متوفر بحيث بس انه يعني ترتيب المساله النقل الى المركز المتخصص عشان ياخذون علاجات مناسب، وفي الحاله يكون طبعا التاثير يعني ممتاز. رابطه العلوم العصبيه في جمعيه الاطباء البحرينيه المنظمه للحدث الطبي الدولي هذا هيئت جميع الامكانات والسبل الكفيله بضمان خروج المؤتمر بجملة من الرؤى والتوصيات القابلة لترجمتها على أرض الواقع وتحقيق الفائدة المرجوة المتمثلة في درء خطر إصابة الإنسان بالسكتات الدماغية. منظمات عالمية راح تكون مشاركة في المؤتمر وراح يخرجون بتوصيات لعلاج الجلطات الدماغية، وإن شاء الله يعني نقدر أن احنا نأخذ هالتوصيات ونطبقها في مملكة البحرين عشان نوصل للعلاجات الجلطات للمستويات العالمية. وبصفته نائب رئيس رابطة السكتات الدماغية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحدث الدكتور عادل الهزاني عن خطر الجلطات الدماغية على صحة الإنسان، ليأتي بأرقام صادمة وإحصائيات حقيقية توجب التعامل معها بنطاق مدروس لتقليصها وتفادي حصولها. تعد السكتة الدماغية السبب الثاني للوفيات حول العالم والمسبب الرئيسي للإعاقة. يصاب سنوياً 20 مليون شخص بالسكتة الدماغية وتسبب 5 ملايين وفاة سنويا، أي أن في كل 6 ثواني يتوفى شخص نتيجة السكتة الدماغية في حول العالم. حسب إحصائيات المنظمة العالمية للسكتة الدماغية 1 من كل 4 أشخاص معرض للإصابة بالسكتة الدماغية، والسكتة الدماغية تقتل عدد من السيدات أكثر من سرطان الثدي. مواضيع عدة سيعمد المتحدثون في المؤتمر وعلى مدار يومين إلى التجول في عناوينها العلمية ليسترسلوا بطرح جملة من المحاور ستتنقل في عالم آخر المستجدات الطبية والتقنية التي طرأت على كيفية علاج الجلطات الدماغية، إضافة إلى الوقوف على خطة عمل منظمة السكتة الدماغية العالمية 2030 لعلاج السكتات الدماغية. طاقات تجتمع وعقول تفكر بكيفية استنباط الحلول الفعلية والخلاصات البحثية المجدية من أجل الحد من توسع نطاق حجم الإصابات البشرية في الجلطات الدماغية التي أصبح بالإمكان حاليا درء خطرها وإبطال حدوثها، وإن حدثت صار الطريق إلى معالجتها سهلا. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.